السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. طبعا هنشوف برج الثور، برج الثور المهموم اللي عنده كذا حاجه محيراه وكذا حاجه شغله باله ومش عارف ياخد القرار. هنشوف الطالع بتاعه باذن الله يكون خير ويكون رزق وراحه لقلبكم وسعاده حياتكم. طبعا ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتكتروا في الاستغفار وفي الدعاء بيغير القدر، ونركن الطاقة السلبية على جنب وندخل على الفيديو بالطاقة الإيجابية والابتسامة الجميلة بتاعتكم، وتسمعوا القراءة الجميلة اللي هتكون من نصيبكم فيها الأمور الحلوة والأخبار اللي انتم مستنيينها ومنتظرينها. يلا بينا مواليد برج الثور، تفائلوا بالخير تجدوه علشان خاطر يكون عندكم خير. بسم الله ما شاء الله يا برج الثور، عندكم طاقات كتيرة جدا 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 خير، عندك رزق وعندك تفاؤل. اول حاجة انت واقع في مشكلة وبتحاول تجادل كتير وبتحاول تسارع وبتحاول تجاهد وتعافر، يعني ممكن يكون المشكلة دي مع الاسرة، بينك وبين شريك حياتك، في العمل، عندك مشكلة بتحاول ان انت تجادل كتير وبتحاول تعافر، اطعنت كتير جدا يا برج الثور، بالك مشغول اليومين دول، عندك كذا حقيقة اكتشفتها في حياتك، عندك حوار حصل لخبط حياتك، لخبط خططك، لخبط تفكيرك، لخبط كذا حاجة في بالك وفي طريقة حياتك. بص يا برج الثور، عايزاك تهدى وتهدي اعصابك الفترة اللي جاية علشان في طريق حلو جدا اتفتح قدامك، ده في خير وفي رزق وفي توفيق كتير جدا في حياتك. الباب ده والطريق ده هتفتح بالراحة، بس انت حاول تستغله وتكسبه، وهدي كل اعصابك وحاول تصفي كل حساباتك عشان لما يجيلك الطريق ده تعرف ازاي ان هو الطريق الصح. الصراع اللي انت فيه والمشاكل انت هتتخطاها بعقلك، انت عقلك كبير جدا وحويط جدا وبتوزن بلد بعقلك وانت قاعد ومرتاح. الناس فاكرة ان انت نايم وان انت مفيش حاجة شغلاه، بس انت من كتر الهموم على كتفك طاقتك قربت تخلص، بدأت تنحني رغم ان انت قوي جدا، بس الناس اللي هي اقرب ناس لي غدرت بيك وظلمتك دي اثرت فيك لحد الان، لدرجة ان هم كسروا رابط المحبة اللي بينك وما بينهم. اتظلمت يا برج الثور، انت من ما بين اشخاص انت ما كنتش متوقعه، لدرجة ان انت رحت ضحية يا برج الثور، ومش متخيل ان هم الناس دول اللي يطعنوك ولا يكسروا حياتك. عندك احداث كتيرة جدا، انت شخصيتك روحانية اللي بتحسه بيحصل، وقبل ما الحاجة بتحصل قلبك كده بينبض، بتحس انه في نبضة في قلبك او بتحس انه في حاجة بتحصل لك. بص يا برج الثور، حاول ان انت تبعد عن الطاقة السلبية، تبعد عن الطاقة السلبية وتدخل بس على الطاقة الإيجابية، علشان شايفة ان انت عندك نور في حياتك وعندك كذا حاجة هتنور طريقك وكذا حاجة هتفرحك وهتديك السعادة اللي انت مستنيها. الناس اللي هي كسرتك وظلمتك وغدرت بيك ربك قادر على كل شيء. انت بتعاني يا برج الثور، بتعاني من ألم في الركبة، بتعاني من ألم في ظهرك، عملت عملية او ناوي تعمل عملية، عندك حد عايز على قلبك تعبان ودايما بتدعي له بالشفاء. انت اتطعنت كتير يا برج الثور وشايل هم كبير جدا، عندك حد عايز على قلبك حرف الام، حد عايز على قلبك حرف الام، حد انت بتحبه، بس الحد ده وراه ناس كتيرة جدا مزعجة، وراه ناس مكتفاء، وراه ناس عايزة تاخده منكم، الله اعلم مين هو حرف الام، بس الحد اللي حرف الام ده العزيز على قلبكم ده في ناس وراه كتير، في حد واقف فوق دماغه عمال ينق. بص يا برج الثور، حد حكالك قصة اثرت فيك، حد حكالك قصة اثرت فيك، انت حياتك ماشية زي الدوامة، شوية تلف وشوية ترجع، في حد عامل حبيبك بس هو عدوك يا برج الثور، هو عدوك بيحاول يلف ويدور على حياتك. عندك كمان حرف الاس، عندك حرف الاس يا برج الثور، اهو حرف الاس ده، شايفة كمان ان انت عندك حد بيقرصك ويستخبى،
حد بيقرصك ويستخبى. فنجانك فيه حاجات كتيره جدا جميله، بس فيه طعنات كتيره جدا جدا. انت وقعت نفسك في نار وبتحاول تخرج منها، برج التور، وقعت نفسك في حيره، وقعت نفسك في كذا حاجه محيراك لحد الان ومش لاقي لها نتيجه. عندك علامه استفهام، عندك كذا علامه استفهام، ومش عارف تعمل ايه، ومش عارف توصل ازاي ولا تكمل ازاي. عايزاك تهدى وتحذر من كذا حاجه في حياتك. عندك اشخاص بيقولوا لك احنا اصحابك بس هم اعدائك. بلاش تتكلم كتير عن نفسك وعن حياتك، حاول تكتم وحاول تخبي رغم ان انت كتوم، بس لما بتفرح بتحب تعوم فرحتك على الكل، وده مش كويس ولا من صالحك ولا من صفر. طاقتك طاقة ايجابية وفيها خير. انت قلبك طيب يا برج الثور، بتخدم الناس كلها وبتدي من غير مقابل، واللي في بقك مش ليك واللي في ايدك مش ليك برضو. حنين جدا، بس طيبة قلبك بتوقعك في مشاكل. كون حويط وكون اكتر من ان انت تدي، يعني بلاش تدي كتير، حاول تاخد يا برج الثور علشان تهدي اعصابك. بسم الله ما شاء الله. عندك كسرة قلب يا برج الثور، بس شايفة ان انت حطيت حد، يعني علاقتك العاطفية انت بتحاول تنهيها علشان تعبت منها واتظلمت وحاجات كتيرة جدا طعنتك، بس انا شايفة ان انت حطيت للعلاقة العاطفية حد، ناوي على الانفصال او ناوي ان انت تكمل، الله اعلم، بس انت حطيت حد وحد قوي جدا في العلاقة العاطفية. عندك حد متوفي، حد متوفي بيجي لك في منامك كتير، حد متوفي بيجي لك في منامك كتير يا برج الثور. عندك احلام مزعجة، عندك حد بيحاول ان هو يدعي لك، حد رافع ايده للسماء وبيدعي لك. عندك كذا شجرة هتنور طريقك وهتبقى حياتك فيها نور من بعد نور ان شاء الله بإذن الله. عندك انتصار على الاعداء. حد بخي سم في حياتك ومشي. مين اللي بخي سم في حياتك ومشي؟ لدرجة ان لحد الان بتحاول تنضب بيتك من سمه، بتحاول ان انت تهدي المشاكل اللي هي دخلت على بيتك بالخراب. حد بيزعجك يا برج الثور. عندك حد بيكلمك وبيهددك، حد ناوي يهددك، حد بيحاول يستغلك. خلي بالك واحذر من حاجات كتيرة جدا، في حاجات كتيرة جدا عندك ملخبطاك، عندك كذا موضوع شاغل بالك وشاغل تفكيرك ومش عارف تعمل ايه. بص يا برج الثور، الحاجة اللي محيراك حاول تلاقي لها حل. عايزاك تهدى وتحاول ان انت تستغل كل حاجة تدخل حياتك، وتحاول ان انت تكسب كل فرصة جاية لك. عندك قلب مفتوح، عندك علاقة قوية حلوة جدا، علاقة هتبدأ تفرحك. انت كذا علاقة دخلت في حياتك بس مفيش حاجة بتكمل، مفيش حاجة حلوة. انت حيران يا برج الثور ومش عارف تختار ايه ولا تعمل ايه. عندك نجاح في الدراسة، عندك ترقية في العمل، وعندك حد بينافسك في العمل برضو. عندك حد بينافسك بس المدير بيعزك، او في حد عندك بيعزك رتبة عالية، بيحاول ان هو يرفع من معنوياتك وبيحاول ان هو يغير في نفسيتك. انت مقدم على وظيفة جديدة او بتشتغل شغلانة تانية، انت عايز تزود المادية يا برج الثور. عندك ارض عايز تبنيها او عايز تشتري شقة، ايه الحاجة اللي شغلة بالك عايزة تشتريها يا برج الثور؟ فتاة الثور طموحة بس مهمومة وقلبها مكسور. راجل الثور حويط بس دايما حظه قليل، ودايما مش لاقي نتيجة او مش لاقي اجابة ولا دعم من الناس اللي حواليه. عايزاك يا برج الثور تبص لقدام شوية وتبص للناس اللي حواليك، ما تأمنش لأي حد يقولك انا صديقك. فكر في اصدقائك واختارهم كويس، بلاش تصاحب اي حد. عندك مواجهة مع حد وهتبدأ توازن أمورك من بعد المواجهة دي، أو عندك حد هتقابله صدفة، حد هيبقى عندك بينك وما بينه صدفة بس، وهتبدأ إن أنت يعني تحط كل حاجة مكانها، هتبدأ إن أنت تحط النقط على الحروف، هتبدأ إن أنت تتخطى كل المشاكل. عندك مواجهة مع حد وهيبقى المواجهة دي فيها عدالة، علشان شايفة حلفان اليمين، المواجهة دي هيكون فيها عدالة. انت هنا مستني خبر حمل او عندك اشتياق لاطفال يا برج الثور، بإذن الله ربك هيكرمك وهيفرح قلبك وهيديك الدقة من جديد.
عندك كذا غدر، كذا طعنة يا برج التور، كذا طعنه وكذا هم، كذا حاجه شاغله بالك. طيب راجل التور، انت ليه في ست بتحاول تاخدك من مراتك، او ست بتحاول ان هي تلف عليك؟ هي عندك واحده عايزه تخرب بيتك، واحده عايزه تخرب بيتك. بلاش تاخدوا قرارات الانفصال يا جماعه، بلاش تاخدوا قرارات الانفصال علشان خاطر ما تندموش، وكمان حياتكم تتلخبط ويبقى فيها زعل. انت شايف انت يا برج التور بيجي لك وقت بتفكر غلط، بيجي لك وقت بتفكر ما تبقاش عارف انت بتعمل ايه. لا يا برج التور، حاول تفكر صح، حاول تختار صح، وحاول تكمل صح. فنجانك مرسوم رسم، ده بيدل ان حياتك هتبقى جميلة، بس حاول تصفي حساباتك، وحاول ان انت تواجه كل الامور اللي في حياتك. بلاش ان انت تقارن نفسك بغيرك، او تخلي حد يقارنك بغيره. لا يا برج التور، عايزاك تعيش حياتك زي ما انت عايز. انت سمعت كلام كتير زعلك، سمعت كلام كتير غير من نفسيتك، سمعت كلام كتير اداك طاقه سلبيه، بس شايفه ان الخير والرزق والتفاؤل من نصيبك والحظ منك. دايما وحيد، دايما حاسس بالوحده، حتى لو في مليون ناس حواليكم. الفترة دي عايزاكم تحذروا، تحذروا من اي حاجة بتحصل عندكم، لاني انتوا في حيرة من امركم، في حيرة من حياتكم. الدوامة اللي عندكم مقفولة، جاي لكم خبر من بعد صبر، او من بعد ما فيه مشكلة كبيرة وتعرضتوا الازمة فيها، او لتعرضتوا لخسارة كبيرة. البشرة دي هتكون خير. عايزاكم تخلوا بالكم من نفسكم، في نقطة سودة مش عارفين تفسروها، او علامة استفهام. في ناس بتبين ان هي بتحبكم وهي بتحقد عليكم. خدوا بالكم، انتوا عملتوا حاجة غلط، والحاجة دي انتوا ندمانين عليها جدا. ما تحكوش عنها او ما تتكلموش عنها. دايما هنا في تفكير مستمر وارهاق، بس في رزق ماديا. ماديا هيكون في استقرار حلو جدا. عندكم حظ من بعد تعب. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم نقلة جديدة، او عندكم اشارة روحانية حلوة. الاشارة دي هتجيب لكم بخبر، والخبر ده انتو متعلق بكم انتو شخصيا. كمان انتو هنا بسم الله ما شاء الله عليكم هيكون في استقرار عاطفي. الاستقرار العاطفي ده في اسمة كبيرة جدا، عاطفية مفتوحة. بس خلي بالكم ان انتو عندكم شخص، الشخص ده دايما بيكذب عليكم وبيخدعكم. الشخص ده ليه علاقة بكم، كذاب منافق وبيلعب على كل الاطراف. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم سفر، اسمة سفر مفتوحة، في تجديد عندكم. بعض منكم لو تعبان مع الشريك عايز يبعد، عايز يمشي، مش حابب يكمل مع الشريك، لان حس ان الشريك تعبه، حسس ان الشريك بياخد من الطاقة بتاعته، وحسين ان الحظ بتاعكم قليل في اكتر من حاجة. الروحانيات العالية اللي عندكم دي هتعمل لكم توازن، توازن في التفكير. طيب هنا انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم، ووشكم هينور تاني من بعد المعاناة. انتوا منتظرين خبر، الخبر ده متعلق بحاجات حكومية، في خبر متعلق بأوراق امضى، توكيع، استقرار، تغيير. هي اللي تعبكم اليومين دول الصحة، الصحة عندكم مش مرتاحة، وعشان كده مقهورين جدا او زعلانين جدا من الفشل. عندكم واحدة ست كبيرة في السن مش عايزاكم تكونوا مبسوطين جدا، بتحقد عليكم، كلها غيرة، كلها حقد، كلها غير لاتجاهكم. خدوا بالكم في حاجة انتوا بتدوروا عليها والحد الان مش لاقينها، وزي ما قلت ان في سؤال محيركم وعلامة استفهام. فخدوا بالكم، لان انتوا عندكم محكمة، المحكمة دي انتوا هتاخدوا فيها قرار، والقرار ده هيكون صح، لان انتوا مش هدا انتوا من الاشخاص اللي ما بتاخدوش قرار غير لما بتكونوا خلاص بتاخدوه عن اقتناع، لان مش بالسهل ان انتوا تبعدوا. فخدوا بالكم، البعض منكم هيكون عنده استقرار في تفكيرات كتير جدا. انتوا منتظرين عودة حد، او منتظرين لقاء بحد، وهيكون في تغيير. مين الشخص المريض اللي عندكم اللي بيعاني دايما من اشد المعاناة؟ دايما مظلوم، دايما مخدوع، دايما متخان. الشخص ده في ضيق، في خانقه، وانتوا واقفين جنبه. ممكن يكون الشخص ده في سجن، تعبان، مرض، الله اعلم، بس هو حزين جدا على نفسه وانتوا زعلانين عليه. الدنيا هتغير عندكم حاجات كتيره جدا.
واللي حرفيا اللي هيتغير عندكم في ايام معينة هو تغيير المكان اللي انتوا فيه، لان المكان اللي انتوا فيه شايلين هم الدنيا كلها، تعبانين، حاسين ان المكان ده سبب رئيسي في التعب النفسي اللي انتوا فيه، فعشان كده عايزين تغيروه، وبمجرد ما تغيروه الامور عندكم هتتغير حرفيا. فخد بالكم القارين عندكم تعبكم، ملازمكم وراكم وراكم، وتعبكم نفسيا. في حاجات عندكم بتحصل بالعكس، ما بتحصلش زي ما انتوا عايزين. والحاجات اللي بتحصل عندكم بالعكس دي عامله لكم فشل نفسي، وعشان كده العين كبيره جدا ومأثره عليكم. فخدوا بالكم لان ربنا كريم جدا عليكم، بس انتوا اللي عايشين في وهم وفي طاقه سلبيه، في نور زي ما قلت في من بعد ظلمه او خيانه، يعني كشف خيانه. انتوا عندكم هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، فرحتكم هتكمل على خير، وفرحتكم اللي هتكمل على خير دي هتكون انتصارة. قلبكم الموجوع ده ربنا هيفك دقتكم وهيفرج همكم، لان انتوا اتخذلتوا من ناس كتيرة جدا، وحاليا حاسين ان انتوا ما عملتوش حاجة تستاهل، لكن في شخص حاسس بالندم اتجاهكم. انتوا كاتمين وقافلين على نفسكم وبابكم مقفول، ما حبيتوش حابينش تتكلم مع حد، حابينش تتكلموا مع حد خالص. عندكم فرحة، الفرحة دي هتكون كبيرة جدا، هتكون تغيير حلو ليكم، حاجة انتم منتظرينها من بدري او مستنيينها من بدري. الفرحة دي هتكون جميلة جدا بإذن الله، بس انتوا قولوا يا رب، قولوا يا رب. زرعتوا حاجات كتيرة جدا، فحان الوقت ان انتوا تحصدوا اللي انتوا زرعتوه. في استقرار، في حاجات هتغير فيكم حاجات كتيرة جدا. طيب انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم، هنا هيكون في قعدة، والقعدة دي هتكون صلح، لكن انتوا عندكم حرف الميم والعين والسين واللام والالف، الحروف دي انتوا كانت سبب حد من التدمير حياتكم، كانت سبب حد ان انتوا قلبكم يتكسر. اعز الناس ليكم ظلماكم، اعز الناس ليكم تعباكم نفسيا وجسديا. فدايما اقول خدوا بالكم من نفسكم، وبلاش ان انتوا تامنوا قوي للناس دي، لان اغلب الامور عندكم فيها اعداء، اغلب الامور عندكم في ناس وراكم وراكم ومش سايباكم في حالكم، رغم ان انتوا عملتوا كل واجباتكم اللي هي صح، ما ظلمتوش حد، ما كسرتوش بقلب حد، ما عملتوش اي حاجه مع حد، كل اللي عملتوه هو خير، لكن انتوا في مرحله افضل من اللي انتوا فيها باذن الله الفتره اللي جايه. وعندكم كمان توازن، التوازن ده هيكون في تفكير، في استقرار، في امور جديده. انتوا حرفيا التوازن في اكتر من حاجه عندكم، واكتر من حاجه مأثره عليكم ضغط، الفتره دي هتكون خير. والطاقه السلبيه اللي عامله لكم تشتت في اموركم دي، انتوا يعني حتى لو عندكم امور مضايقاكم بتحمدوا ربنا وبتقولوا يا رب احنا ملناش غيرك، انت اللي واقف جنبنا وانت اللي هتحمينا من الاعداء اللي بتحضر لنا المكيدة، بتحضر لنا الطاقات السلبية. في حياة جديدة هتعيشوها، الحياة الجديدة دي هتكون تحسين لجميع الأوضاع بتاعتكم، بس في قلق وخوف وملل وزهق، وخصوصا انتوا زهقانين من حاجة، ممكن يكون بشرتكم، شعركم، صحتكم، في حاجة بهتانة عندكم، حتى تساقط شعر رهيب. حاولوا ان انتوا تهتموا بنفسكم وشيلوا اي توتر او اي قلق او اي طاقة سلبية من دماغكم. الخمول والكسل ده ارموه، نشطوا نفسكم، العبوا رياضة، اعملوا حاجات جديدة، لان انتوا شايلين طاقات مؤذية. في حاجة حلوة قوي هتحصل معاكم، هتخليكم انتوا يعني في قمة الازدهار، في قمة الطاقة الجديدة، هتكونوا منتصرين على اعدائكم، لان ربنا كريم عليكم ومحدش هيكون اكرم من ربنا عليكم. في طاقة حسد شديدة، وطاقة الحسد الشديدة دي جاية لكم من واحدة ست، عاملة لكم صداع مستمر، وجع في الجسم، وألم في الظهر. فخدوا بالكم، انتوا حساسين جدا، وقلبكم جميل، وناس بريئة في التعامل، فعشان كده انتوا بيتحط عليكم بسرعة. ليه بيتحط عليكم؟ لأن اللي على قلبكم على لسانكم، والشخص التاني بيحبكم حب التملك، وحب التملك ده تعبكم نفسيا، وانتوا من اكتر الناس اللي بتتأثر بسرعة. ملامح باهتة، حبوب في البشرة، تساقط الشعر، هالات سودة، دي حاجات بتظهر عليكم دايما وقت ما بتكونوا زعلانين او مخنوقين او تعبانين، حاجات جد على طول. ليه؟ علشان انتوا بتتأثروا بالشخص اللي قدامكم، بتتأثروا بأي حد حتى لو كان بيحكي مشكلة تخصه، وبتسحبوا جدا الطاقة السلبية من اللي حواليكم.
انتوا حرفيا ما بقيتوش تهتموا باي حد، انتوا بداتوا تهتموا بحياتكم شويه، لان في موجه بتروح وتيجي عليكم، لكن الموجه اللي انتوا مستنيينها دي هتكون بخصوص مال، وهتبقى في سعاده حلوه جدا، هتبداوا تعملوا او تعوضوا حياتكم عن امور مستجده في حياتكم، وبعدوا عن اي حد بياخد من طاقتكم وبيلعب بمشاعركم الفتره دي. الفتره اللي جايه دي في شفاء لمريض او شفاء لحد تعبان عندكم، الحد اللي تعبان عندكم ده في ارض بيتكم، عندكم حمل ورضاعه، عندكم خبر يخص تجديد حياه، عندكم في حد عندكم مريض بسكر، مريض بحاجه بتاذيه وبياخد علاج ليها. الفتره اللي جايه هتكونوا في طاقه جديده، انتوا هنا عندكم سفر، الحد اللي مريض بالسكر ده باذن الله هيكون فيه شفاء، وخلي بالكم من الحمل لان الحمل ده هيجي لكم وهتفرحوا جدا بيه. طيب مين عندكم هنا بيعمل حاجات مش تبع حياتكم لكن بيتعذب جدا؟ انتوا كمان عندكم مشاكل نسائيه، ممكن يكون مشاكل في الرحم، مشاكل تخص النساء. كمان في طفل عندكم انتوا بتحبوه جدا وبتطبطبوا عليه، بتحسوا انه سعادتكم بسعادته، الطفل ده انتوا بتدوه كل حاجه، خلي بالكم لان هو هيتعب وبعد كده ربنا هيشفيه بفضل ربنا. كمان انتوا هنا في حاجه مزعلاكم، انتوا داخلين على مثلا ممكن في حد يكون في حاجه بيعملها مزعلاه، داخلين على موضوع مزعلكم، في حاجه مزعلاكم جدا ومخلياكم دايما شايلين الهم القوي. طيب مين عندكم هيتجوز او انتوا او في كتب كتاب وفي زواج عندكم وفي فرحه طالت انتظارها او طال مرادها بقالكم مده مستنيينها، الفرحه دي هتكون جميله جدا وهتطفي النار اللي جوه قلبكم. في حد عندكم بيأذي فيكم، في حد عندكم مش حابب لكم الخير، وده حد من ناس كانت ليكم علاقة بيها من أبراج ترابية، ما كان مش حابب لكم أبدا الخير ودايما بتأذي فيكم ودايما بتلعب بيكم، فأنتوا خلوا بالكم من نفسكم الفترة دي لأن هيكون في تقدم وفي أمور مستجدة على جميع الأصعد عندكم. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم في فلوس جاية لكم، والفلوس دي هتشتروا منها حاجات كتيرة أو هتحققوا أو هتبدأوا تحققوا حاجات موجودة في حياتكم، فخدوا بالكم من نفسكم على قد ما تقدروا لان محدش هيستحمل اللي انتوا بتستحملوه ابدا في حياته. كمان في موضوع معين عايزين تفتحوه مع حد لكن مستنيين او عمالين تأجلوا فيه، في حد هيتصل بيكم وهيرفع سماعة التليفون وهيقول لكم ان انا محتاج فلوس، انتوا هتقفوا جنبه وهتساعدوه رغم ان الحد ده ممكن يكون بياخد الفلوس ما بيردهاش او بيردها بعذاب، لكن انتوا بتحبوه. الحد ده ممكن يكون حد ليه علاقة بيكم، يعني ممكن يكون اخ حد مقرب ليكم. كمان عندكم مرات اخ حقودة، ومرات الاخ دي شيطانة بتأذي فيكم، بتسلط حد عليكم مش حبالكم الخير، فياريت تاخدوا بالكم منها لان هي مش هادية خالص، هي اصلا بتحب الاذى. كمان انتوا هنا في بعثة ناويين على سفر او في سفر مفاجئ، خلي بالكم هيجي لكم، والسفر ده هيخليكم تاخدوا قرارات في حياتكم، خلال القرارات دي هتبنوا مستقبل جميل لان انتوا طموحاتكم عاليه قوي الفتره دي، وداخلين زي ما قلت على زواج او ارتباط او على شراء حاجات جديده، البعض منكم هينزل وهيشتري هدوم جديده، ناويين تغيروا حاجات كتيره جدا في حياتكم. الحاجات اللي ناويين تغيروها دي بقالكم مده مستنيينها، فحان الوقت ان انتوا تفعلوا الامور اللي مستجده. عندكم واحده ست كبيره في السن انتوا بتحبوها جدا، والست دي مقربه ليكم، بتحبوا تتكلموا معاها، بتحبوا تفتحوا معاها مواضيع، بتحبوا دايما ان تكون بينكم وبينها كلام، بينكم وبينها امور، فدايما اقول خدوا بالكم من نفسكم وابعدوا عن اي مشكله في حياتكم متعلقه بامور او بكلام او بمواضيع، باي حاجه ممكن في يوم من الايام تاذيكم، لان باب السماء مفتوح وانتوا بتدعوا ربنا قوي الفتره دي. فانت حاول ان انت تكمل حياتك زي ما انت عايز، وحاول تكسب صح وتلعبها صح. اتمنى لك السعاده والهنا والفرح لقلبك، رجوع حقك جاي لك، دخول المحكمه بالخير، عندك تغيير جذري وفرحه حلوه، لو انت طالب العداله من حقك، لو انت مستني توقيع السفر هيجي لك، لو انت عندك نجاح في دراسه هتنجح. شوف انت ايه مستني ايه والحاجه اللي انت مستنيها هتجي لك، الحاجه اللي انت عايز تاسسها، عايز تعملها، عايز تبنيها، اعملها وانت مغمض عينيك، بس ابعد عن الناس المزعجه، صفي حساباتك علشان ربك يكرمك، ربك هيوسع رزقك وهيدخلك في المشروع اللي انت عايزه باذن الله. انت هتدخل مرحله حلوه جدا وعندك بدايه جديده، واتمنى لك الخير والرزق والتفاؤل لقلبك يا مواليد برج الثور.
ان شاء الله باذن الله هيكون عندكم امور حلوه جدا ما كنتوش متوقعينها، بس انتوا قولوا امين يا رب العالمين.